أحرمت بعمرة منذ سنوات ولم أكملها جهلا مني بأن العمرة يجب إتمامها، وكنت أتوقع أو أظن أن ذلك طالما تطوع فهو بالخيار، علما بأني متزوج، فماذا يلزمني؟ إيش يقول؟ يقول أحرم بالعمرة لكنه لم يتمها جاهلا وهي عمرة تطوع، وكان يظن أن الأمر بالخيار، هل عليه شيء وهو متزوج؟ أي نعم، من أحرم بالعمرة لزمه إتمامها بطواف وسعي وتقصير، فإذا ترك شيئا من أفعالها فإنه يبقى في ذمته حتى يؤديه، وإن عقد عقد نكاح فالعقد غير صحيح لأنه محرم، والمحرم لا ينكح ولا ينكح، نكاح باطل، يجدد، يكمل العمرة ويجدد العقد من جديد. نعم.